لأنه لو فاز على فريق ذوباهن النصر بقابل الاتحاد الأمانة، وفريق الاتحاد أنا عندي كتكتيكيا مستوى فني أقوى من فريق الوحدة، فأنا ألعب مع فريق الوحدة ولا ألعب مع، فأنا من مصلحتي أني أنا أنهزم في المباراة هذه. طبعا يعني مش عيب أني أنا أدرس الخصم اللي بلعب معاه، لكن أنا كمعطيات أنا أفضل أني أنا أطلع بنتيجة سلبية في المباراة هذه على أن أقابل فريق الاتحاد في المباراة المقبلة في الذهاب. حتى الاتحاد فازوا في الدوري على النصر. أنت لما تتكلم على فريقين غريمين. بسم الله الرحمن الرحيم، مشاهدينا الكرام، متابعينا في كل مكان عبر قنوات الكأس الرياضية، مبروك للنصر، مبروك للعالم بطولة الدوري السعودي التي استحقها عن جدارة. لدينا المنصور، عرضية، أرضية مور. لا غريب عجيب، غريب عجيب، عبد الله السالم كيف أضاع الكرة الأولى، الكرة الخطيرة، شوف هجمة نصر بالكرات العرضية، أرقام مش جيدة. وهنا لدينا فائد الجميع للفريق الإيراني، عادة السالم معاك يحيى، يحاول يا الله على كرة أمامية للجميع في وسط الملعب، كاظم، هذه ديفار والكرة الأمامية والمحاولة لكنها إلى خارج أرضية الملعب، ركلة زاوية، ركلة زاوية كانت مطالبة بحالة تسلل. رح نشوف الإعادة، هل هناك تسلل في اللقطة الماضية؟ صعب. إيرانية الكرة العالية على القائم الثاني، خطيرة للغاية لكنها إلى خارج أرضية الملعب، مرت بسلام على مرمى نادي النصر في اللقطة الماضية. يعني شوف أنت لو تركها لكانت أخطر. أتحدى في أنه موجود هنا لدينا جماهير النصر، شوف هذه هي جماهير النصر الكرام متابعينا في كل مكان. مبعد الآن المنصور، الله على تسديدة حمد المنصور، وتصدي كان حاضرا من محمد صادقي، فرصة جميلة، كرة ملعوبة بطريقة ممتازة، برافو لآل منصور في اللقطة الماضية. شوف يحيى على رأس آل سالم، وصلت لآل منصور سددها، ولكن أيضا تلقاها صادقي في المكان التي ذوب أهن. هنا لدينا كرة عرضية ممتازة، حمد المنصور، وكرة أحاول من خلالها عملية الاستلام، لكن هذه اللقطة أعتقد كان من المفترض التسديد، وصافرت نعم نهاية أحداث شوط اللقاء الأول بالتعادل السلبي، والنصر السعودي ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الأولى زارت الدوحة. الأهلي قابل السد هنا، وبداية رأسية إلى خارج أرضية الملعب. الأهلي واجه السد هنا، رضا حبيب زادة وأرسلان مطهري وعباس رضا، هكذا يعيد الكرة في الخلف للخيبري، خيبري يسدد كرة لكنها لمحمد على وليد عبد الله. هنا لدينا كرة ولكن مادو إلى خارج أرضية الملعب. هذا الموسم مع النصر، لذلك أيضا سيغيب هنا زيد، يبعد الكرة، لا زالت في أرضية الملعب، سلطان الغنام يلعب الكرة الأمامية. إذا أحمد موسى، براد جونز، الاثنين إلى، لدينا ركلة زاوية الآن عن طريق سيد حسيني على القائم الأول، خطيرة، والإبعاد يأتي من حارس المرمى زيد البواردي، عادت بعد ذلك، وصلت الآن لمصلحة آل منصور، وتسديدة تصل إلى حارس عرضية داخل منطقة الجزاء السالم، لكنها ما مرت، وصلت إلى الجميع الذي يجيد التسديد. الله 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 على فهد الجميع الذي سدد كرة قوية، لكن محمد صادقي كان لها في المكان المناسب وأبعد الخطر إلى ركلة. شوف غاية في الجمال والرقي حقيقة،
زيد البواردي، سلام من حمد المنصور، يحاول حمد يسدد والكرة. سنتابع اللاعب الذي سوف يغادر تشكيلة النصر التي تصدى لها محمد صادقي. مرور سيد حسيني خطيرة جدا لمصلحة دوباهن، هنا محاولة للتسديد. إذا هكذا النصر وجمهور النصر بدأت تدخل أيضا هذه المنافسة ولدينا الكرة إلى خارج أرضية الملعب في حين احتفظ. إذا أعلن الاتحاد الآسيوي عن البطاقات الموسم القادم. كرة أمامية، مرور ممتاز، ركان يسدد لكن في أحضان حارس المرمى في تشكيلة نادي النصر. رمية جانبية نصراوية، تصل الكرة في الجهة اليمنى عالية وهنا لدينا مقصية. هل يحدث أمر؟ هل يأتي النصر؟ عرضية والكرة بعد ذلك تمر. هكذا كانت القصة والنهاية في هذه الأمسية. شكرا لكم مشاهدينا وإلى اللقاء.